وصلنا الحمد لله طوكيو. هنبتدي الرحلة إن شاء الله والمغامرة بتاعتنا في آسيا. كان معانا وزير السياحة، كان معانا سيادة سفير مصر في اليابان، كان معانا ناس كتيرة من منشأة السياحة، مدير مصر للطيران هنا، كلهم راحوا على الفندق. احنا واقفين مش عارفين هنعمل ايه لسه، هنشوف ان شاء الله هوستل. احنا مش حاطين في دماغنا اصلا الكونديشن بتاعنا هتبقى شكلها ايه. معايا المصور الجديد عندنا دكتور الكحكي، تايه توهان غريب، هيودينا في داهيه شكله كده من اولها، مش مركز تماما، ضايع عليا حاجات كتير قوي في اول لسه 5 دقايق. احنا جوه مطار طوكيو عشان تبقوا عارفين مطار ناريتا في طوكيو. ربنا يوفق ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كان معتاد ان احنا بنسافر كده. اتمنى ربنا يوفقنا ان شاء الله. ادعوا لي عشان ان شاء الله اوصل لكل دوله في العالم ان شاء الله، عشان اعرف على مصر فيها. بدايتها كانت مع طفله صغنطوطه هنا اديناها العلم اول حاجه. ربنا يوفقنا، رحاله مغامره مصر احلى حاجه.